أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أكد على مواصلة الجهود الرامية لتطوير والارتقاء برياضة الدفاع عن النفس بالمملكة، وذلك عبر توفير كافة الدعم أمام المراكز والأندية الرياضية واللاعبين بما يحقق التطلعات في تعزيز الإنجازات الرياضية في مختلف الألعاب القتالية على المستوى الإقليمي والدولي. جاء ذلك على هامش زيارة سموه إلى مركز رضا للدفاع عن النفس والذي يقع في قرية باربار بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية عبد الرحمن عسكر، حيث كان في استقباله مدير المركز السيد رضا منفردي والذي أطلع سموه على الألعاب القتالية التي يتم تدريبها في المركز، منها الملاكمة التايلندية والجوجيتسو البرازيلية واللياقة البدنية. بعدها التقى سموه مع كافة المتدربين في المركز وألقى عليهم كلمة ترحيبية قبل أن يتابع سموه جانبا من تدريبات اللاعبين في هذه الرياضات. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بدور مركز رضا للدفاع عن النفس في نشر وتعزيز الألعاب القتالية في المجتمع من خلال استقطاب الناشئة والشباب وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم عبر إشراكهم في برامج تدريبية مميزة، الأمر الذي كان له أثر رئيس في إبراز العديد من المواهب الوطنية التي استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة خلال مشاركاتهم الخارجية. معربا سموه عن شكره وتقديره للسيد منفردي على ما يبذله من جهود في تطوير ورفع مستوى الألعاب القتالية بالمملكة. من جهته أعرب السيد رضا منفردي عن بالغ شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نظير ما يوليه سموه من حرص واهتمام لتطوير رياضة الدفاع عن النفس في المملكة من خلال متابعته المستمرة ودعمه لكافة المراكز واللاعبين. وفي ختام الزيارة قدم منفردي هدية تذكارية لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة.